برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في حديقة كبيرة جدا، كلها أشجار وزهور جميلة وطيور من كل الأشكال، وبحيرة صغيرة كانت تعيش النملة فيفي في عائلة كبيرة. كانوا يعيشون في عش كبير تحت شجرة ضخمة في الحديقة. فيفي لم تكن تعمل وهي صغيرة، وكان ذلك اليوم هو أول يوم شغل لها، ومن المفروض أن تذهب لتأتي بالحبوب من الحديقة وتخزنها فيفي. كانت متحمسة جدا وذهبت لخارج العش لتبدأ يومها، وفي الطريق وهي تبحث عن حبوب قابلت صديقتها الحميمة جدا، وهما أصدقاء منذ الطفولة وتحبان أن تقضيا مع بعض وقت كبير حيث يكونا مسرورتان. اتفقت النملتان علي أن يبحثان على الحبوب معا، وقد كان وكانا يغنيان وأيضا يتحدثان في الطريق وهما يعملان. وبعد يوم طويل فيفي وصديقتها عائدتان إلي العش، وكل واحدة تحمل على ظهرها الحبوب التي جمعتها. فيفي كانت تحمل حبوبا قليلة جدا على عكس صديقتها التي تحمل حبوب كثيرة، ولم تكن قادرة أن تحمل الحبوب علي ظهرها مثل صديقتها فيفي. كانت حزينة ولكنها عادت إلي عشها، وفي اليوم التالي ذهبت لإكمال المهام التي عليها. ولكن في آخر اليوم أيضا حينما عادت كانت أقل نملة تحمل حبوب، فشعرت بالضيق والإحباط لأنها لم تكن قادره علي العمل المطلوب منها. وبمرور الأيام يزيد شعور النملة فيفي بأنها أقل نملة تعمل في النمل. وفي يوم قررت أن تترك العش وتمشي بعيدا وتعيش بمفردها. وعندما ذهبت النملة فيفي لتخبر صديقتها أنها سترحل، لم تصدق صديقتها وقالت لها: لا تفعلي ذلك لأنك ستعانين بمفردك. ثم أخبرتها فيفي عن سبب حزنها ورحيلها لأنها غير مهمة، فقالت صديقتها لها أنها مخطئة. قالت لها: لا يوجد أحد غير مهم، ولكن لكل واحد دور يعمله أو يفعل ما يقدر عليه، وهذا هو أهم شيء. إذا لم تقدري علي حمل الحبوب إذن ابحثي عن حل، ولكن لا تستسلمي مع أول مشكلة لأن هذا غير معقول. وحتي إذا لم تقدري علي حمل الحبوب فأنت تؤدين واجبك، وهذا يجعلنا فخورين بك، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين عن بعض، ولكن كلنا مهمين في عشنا. وإذا قرر كل منا أن يعيش لوحده لن يتبقي منا أحد. فهمت فيفي كلام صديقتها وشكرتها لأنها ساعدتها ووعدتها بأن تحاول أن تؤدي واجبها مهما حدث وأن تكون متفائله دائما. ده يصلك الجديد، دوس اشتراك وفعل الجرس.